أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم أعذه من شر جميع ما خلقت وذرأت وبرأت وانشأت وصورت، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به، واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك عليه وآله السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في بحث الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام تحت عنوان الأئمة الاثنى عشر وبينهم يزيد والوليد، ومرت علينا روايات تشير إلى الاثنى عشر. البخاري يقول يكون اثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون اثنى عشر أميرا كلهم من قريش. وأيضا يقول مسلم إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، ولا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا كلهم من قريش، لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنى عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. واتضح لنا وعلمنا تطبيق الخط التيمي والرمز والمرجع والمرجع التيمي ابن حجر كيف يطبق هذه الروايات وهذه الموارد وهذه الأحاديث على واقع الحال الذي يعتقد به، وطبق هذا على الأمويين، على المروانيين، على السفيانيين، على الأمويين، وكان أو نصيب يزيد التسلسل السادس، فيزيد ابن معاوية هو الخليفة الراشد السادس، الخليفة الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثنا عن أمير المؤمنين يزيد خليفة الله ورسوله واحد الاثنى عشر إماما أو خليفة أو أميرا أو رجلا، الذي تنبأ بهم أو الذين تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا سيرة أعلام النبلاء، هذا المورد الأول للذهبي انتهينا منه، وقلنا المورد الثاني هو مجموع فتاوى ابن تيمية. ماذا يقول ابن تيمية عن يزيد؟ مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث، ابن تيمية العقيدة، كتاب مجمل اعتقاد السلف، الوصية الكبرى، فصول في بيان أصول الباطل التي ابتدعها من مرق من السنة، فصل في الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. يقول ابن تيمية في هذا المصدر، يقول الأمر الثاني، فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشا. فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشا. لا أعرف كيف انعقد الإجماع له وانعقدت البيعة له، وأهل المدينة من الصحابة، من أجلاء الصحابة، من المهاجرين، من الأنصار، ومن التابعين الصالحين فعلوا هذا الفعل، أو يدعي أنهم نقضوا البيعة. يقول الأمر الثاني، فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشا
وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا. فصار عسكرهم في المدينة. إذن من الذي أمره؟ يزيد أمره. إذن هنا يزيد يأمر وفي الكوفة لا يأمر، أم لأن الحسين هناك، أم لأن آل البيت بالخصوص هناك ولهم الخصوصية هناك؟ يقول وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا. فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون. من الذي يقول؟ ابن تيمية يقول، ينقل عن خليفته، عن إمامه، عن ولي أمره، عن الخليفة السادس الراشد يزيد بن معاوية، يقول دخلوا إلى المدينة، يقول فصار عسكرهم في المدينة النبوية ثلاثا، أي ثلاثة أيام، ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. أين في أهل المدينة يفتكون بالصحابة، بالمهاجرين، بالأنصار، بحريمهم، بأعراضهم؟ هذه الميليشيات. إذن الميليشيات وقوى التكفير وقوى الحشد الميليشياوية ليست بجديدة، منذ تلك الفترة ملازمة لدعاوى الخلافة والإمامة وولاية الأمر والمهدوية وما يرجع إلى هذا. إذن هذا الخليفة ماذا فعل؟ ماذا أمر؟ أمر بانتهاك حرمة المدينة، أمر بانتهاك الأعراض، نساء المهاجرين والأنصار، قتل الصحابة صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار. يقول فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. يا أتباع ابن تيمية، هل تريدون أوضح من هذا الدليل وأوضح من هذا البرهان على سقم ما أنتم فيه وعلى بطلان التقليد الذي أنتم فيه باتباعكم ابن تيمية؟ هذا هو إمامكم يزيد، انظروا اقرأوا، ها هو ابن تيمية إمامكم يقر ويعترف لكم ماذا فعل أمير المؤمنين يزيد إمامكم خليفتكم. ماذا فعل إمامكم خليفتكم؟ هذا إمامكم خليفتكم، انظروا ماذا يقول عنه ابن تيمية وماذا فعل. يقول فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. مئات وآلاف النساء حملن من هذه الاعتداءات وهذه الفواحش من جيش الخليفة الراشد السادس. ما هذا الإسلام؟ ما هذا الإسلام القبيح؟ ما هذا الوجه القبيح للإسلام الذي يمثله هؤلاء الخلفاء؟ ساعد الله قلبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون وهم محاصرون مكة. وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره أو الذي فعل بأمره وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره بأمر يزيد بأمر الخليفة الراشد. يقول ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأئمة أنه لا يسب ولا يحاب. لماذا لا يسب ولا يحاب؟ أباح المدينة ثلاثا وجيشه يقتل وينهب ويفتض الفروج المحرمة ولا يلعن. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحاب. وطبعا ليس هو هذا المعتقد، لكن يوجد الكثير ممن يدعي هذا الادعاء. ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحاب. قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد. قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعن؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ إذن هنا أقول
ابن حنبل عندما سئل عن سبب عدم لعنه انه لا يحب يزيد، اذا لماذا لا تلعن يزيد؟ هل افتى بعدم جواز اللعن؟ لا، وانما تحدث عن قضية اخرى، قضية اخلاقية، قضية تلبس بها انه لا يلعن احدا سواء كان يستحق اللعن او لا يستحق اللعن، لا يلعن المعين وغير المعين. إذن يقول قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ يعني بمعنى يقول له أنا لا ألعن أصلا سواء هذا أو غير هذا، سواء يزيد أو غير يزيد. إذن أقول ابن حنبل لم ينفي جواز اللعن، بل أشار إلى نهجه أنه لم يلعن أحدا بالرغم من وجود الكثير من الملعونين تعيينا، ومع هذا فينفي ابن حنبل أنه لعن أحدا. وهنا سؤال لابن تيمية على لسان الإمام ابن حنبل رضي الله عنه، أقول هل يقول ابن تيمية، هل يقول بإمامة وخلافة يزيد الشرعية؟ ابن حنبل يقول يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هنا أقول أنا لابن تيمية على لسان أحمد، هل يقول بإمامة وخلافة يزيد الشرعية أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ طبعا سؤال يرتبط بالآخر حتى يكتمل المعنى. وكيف يكون خليفة وإماما ومفترض البيعة والطاعة ولا تحبه؟ أنا أريد أن أفهم هذه، كيف تجمع بين كون يزيد خليفة وإماما ومفترض الطاعة ومفترض البيعة والطاعة وفي نفس الوقت تقول لا أحبه؟ تقول بوجوده عز الدين ونصرة الدين وقوة الدين والإسلام ووحدة الدين ووحدة المسلمين، إذن كيف لا يحب مثل هذا وهو قد تنبأ به النبي وهو خليفة الله، هو خليفة رسول الله، كيف لا يحب؟ هل تحب أم تبغض لأعداء الله أو لأحباب الله؟ إذن أقول على لسان ابن حنبل، هل يقول، أقول لابن تيمية على لسان ابن حنبل، هل يقول بإمامة يا ابن حنبل يا ابن تيمية، هل تقول يا تيمية بإمامة وخلافة يزيد الشرعية، أو هل يقول بإمامة وخلافة يزيد الشرعية أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ وكيف يكون خليفة وإماما ومفترض البيعة والطاعة ولا تحبه؟ لا أعرف كيف هذا. إن كان هذا مستوى تفكيرك وتفكيركم يا تيمية، إن كان هذا مستوى تفكيركم وعقولكم، فأنا أعتذر وأبتعد عنكم وعن نهجكم احتراما لعقلي وإنسانيتي ولكم دينكم مع يزيد، ولي ديني مع الحسين عليه السلام وجده الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. وروي عنه، لا زال الكلام لابن تيمية، يقول وروي عنه، إذن ماذا قال ابن تيمية؟ قال يا بني، نقل عن أحمد، أحمد يقول قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه، لا زال كلام لابن تيمية، يقول وروي عنه عن أحمد، قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الصالحين. التفت جيدا الكلام لابن تيمية، يقول فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه. قبل هذا طبعا عن ابن حنبل، عنده فقط كانت مشكلة مع يزيد ما فعله بأهل المدينة، في ضمن هذه المقياس، ضمن هذه الخصوصية التي نقلها ابن تيمية، خص هذه القضية عن أحمد بخصوص فقط ما فعله يزيد بأهل المدينة. فيزيد عند علماء أمة المسلمين، يقول ابن تيمية فيزيد عند علماء أمة المسلمين ملك من الملوك. إذن لاحظ عندما يقول ملك من الملوك، هذا مقابل الخليفة والإمام وأمير المؤمنين وولي الأمر، هذا ملك مقابل تلك العناوين. لكن ماذا يعطيه من عنوان؟ التفت جيدا، يقول فيزيد عند علماء أمة المسلمين ملك من الملوك. ما هي مواصفات هذا الملك؟ كيف يتعامل مع هذا الملك من الملوك؟ يقول
لا يحبونه محبة الصالحين أو لا يحبونه لا يحبونهم محبة الصالحين وأولياء الله، أي لا يحبونه محبة الصالحين ومحبة أولياء الله. إذن ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين ومحبة أولياء الله ولا يسبونه. إذن فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه. إذن أقول هنا، أنت تقول لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله، إذن كيف يحبونه يا ابن تيمية؟ إذن لا يحبونه هذه المحبة، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله، إذن ماذا يحبونه؟ بأي صورة يحب؟ إذن كيف يحبونه؟ هل يحبونه محبة الملوك، محبة الفاسقين، محبة المتصف بما ذكره الذهبي، كان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر؟ مبارك لكم هذا الحب والعشق التيمي ليزيد بن معاوية. يقول ابن تيمية: ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه، لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، هناك أعطى قاعدة كلية، قال لا يحبونه ولا يسبونه. هنا انتقل إلى تفصيل، لأنه ليس عنده قضية، ليس عنده قاعدة، ليس عنده أصل وأساس من العلم ومن الفكر ومن الإنصاف ومن الميزان والاتزان. المهم في اللحظة التي هو فيها يحاول أن يدفع ما هو فيه، يحاول أن يخلص من الموقف الذي هو فيه، ينقذ نفسه من الموقف الذي هو فيه، يحاول أن يدافع في كل جزئية عن أمته وعن سادته وعن قادته وعن أنبيائه ورسله. هذا هو فعله. قبل قليل يتحدث عن قاعدة كلية، لا يحبونه ولا يسبونه. هنا يقول طائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة. والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. هنا انتقل إلى معنى آخر. قبل قليل يقول لا يحب، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله، هنا يقول لا يخص بمحبة. أي محبة؟ يرجع هذا إلى ما ذكره قبل قليل، أي لا يخص بمحبة الصالحين وأولياء الصالحين، لا يخص بمحبة، أي لا يحب محبة الصالحين وأولياء الصالحين، وإنما يحب محبة أخرى، محبة الأمويين، محبة الناصبي الفظ الغليظ الجلف متناول المسكر وفاعل المنكر، محبة المواصفات التي ذكرها الذهبي بحقه، الناصبي الفظ الغليظ الجلف متناول المسكر وفاعل المنكر. هذه المحبة التي يقول بها ابن تيمية. يقول لا يختص بمحبة. لاحظ، إذن ليس عنده قضية، ليس عنده منهج، ليس عنده قاعدة، ليس عنده أساس، ليس عنده مرجع فكري، لا يعرف ماذا يقول. المهم يريد أن يدافع. هذا الدفاع مهما كان من ضعف، من وهن، من تناقض، لا يهم، المهم يدفع. وإذا كان التعامل مع جهال، مع غباء، مع تعصب، مع طائفية وعنصرية، طبعا يسري هذه ويسري هذا الفكر، كما تلاحظون الآن في كل زمان الجهال ممن يقرب من السلطان، من الحاكمين، من المحتلين، من المستعمرين، من الرموز الفاسدة، من ذوي الطول، طبعا يصعد ويكون له السمعة والشهرة
والمنصب والمال وما وأما من يكون مع الله سبحانه وتعالى فله الله ولا يضيع عمل عامل عند الله سبحانه وتعالى. يقول وصاب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. وأيضا يوجد أقوال ويوجد العديد من الأئمة يقولون بلعنه بل لعنوه. يكمل ابن تيمية يقول ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. هنا أقول واضح أن ابن تيمية يشكك في فسقه وظلمه. لاحظ أن ابن تيمية يشكك في فسق يزيد وظلم يزيد، وعلى فرض فسقه وظلمه، بل وعلى فرض فسقه وظلمه يقول فقد غفر الله ليزيد لأنه أتى بحسنات عظيمة. ما هي الحسنات التي فعلها يزيد؟ قتل الحسين، إباحة المدينة وانتهاك الأعراض وقتل الصحابة وباقي المسلمين، وحصار الكعبة وربيها بالمنجنيق. هذه هي الحسنات العظيمة التي سيغفر الله ليزيد بسببها. هذا هو تفكير ابن تيمية، وهذا هو مستوى تفكير ابن تيمية. يقول ابن تيمية وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش، هذا نقل الحديث يقول أول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. التفت، وهنا هذا يقصد، يقول بحسنات عظيمة، عنده هذه الخصوصية، هذا المعنى. الحمد لله الآن هذه إذا كانت تسري على الجهال، إذا تسري على أناس بسطاء، على جهال، على بعض الأغبياء، على الأغبياء، على المتعصبين سابقا، الآن لا تسري هذه. كل الناس، كل الشعوب بفضل وسائل الاتصال والتكنولوجيا العلمية الأكثر الناس بدأت تفهم وتعي ما يحصل. الآن أبسط إنسان يفهم أن بل الجميع مر بهذه الأزمة، أنه عندما يظلم الحاكم، عندما تحصل أزمة داخلية ماذا يفعل الحاكم؟ يصدر الأزمة، يصدر الأزمة إلى هذا البلد أو إلى ذاك البلد، إذا هذا البلد جار أو إلى بلد آخر جار، يثير قضية خارجية، يثير مشكلة خارجية أو داخلية، يشغل الناس عن أصل القضية. الآن أبسط ما يثار الآن تثار الطائفية، هذا الجانب يعني يظلم ويسرق ويفسد، والعراق مثال على خير مثال على هذا، وما يحصل أيضا في بلدان المنطقة خير مثال على ما نقول. إذن يظلم، يفسق، يسرق، يفسد في الأرض، وبعد هذا يتحدث ويثير قضية معينة، يسخر الإعلام لهذا والأقلام المأجورة، فيصبح هو العبد المؤمن والمنقذ وحامل المذهب وحامل الشريعة وحامل الإسلام وحامل الطائفة وحامل القومية وبطل العروبة والبطل الإسلامي والفاتح والمخلص، وتصب عليه ويقلد الكثير من عناوين الكاذبة الفارغة. إذن تصدير الأزمة صار معروفا عند الناس، فالحرب والقتال وإشغال الناس بمعركة خارجية، بقتال خارجي حتى تعلن حالة الطوارئ، حتى يحصل القتل، حتى يحصل الإرهاب، حتى تصادر الكلمة، حتى يلغى العقل، حتى يلغى التفكير، حتى يقتل الأبرياء، حتى يجوع الناس، طبعا يقوم بحرب هنا وحرب هناك ومشكلة هنا ومشكلة هناك وتدخل هنا وتدخل هناك. مر علينا الآن هذا المعروف، الشيعة والسنة ظلموا في زمن النظام السابق. الآن السنة الذين هربوا إلى خارج العراق والشيعة الذين هربوا إلى خارج العراق، أين ذهبوا؟ هل استقبلتهم
البلدان، هل البلدان السنية استقبلت السنة في زمن صدام؟ هل البلدان العربية استقبلت العرب من السنة والشيعة في زمن صدام؟ هل البلدان غير العربية استقبلت السنة والشيعة بعنوان المسلمين؟ هل البلدان الشيعية غير العربية استقبلت الشيعة لكن من وقف للعراقيين؟ لم يستقبل العراقيون لا هنا ولا هناك. هل البلدان استقبلت السنة والشيعة بعنوان المسلمين وتعاملت تعامل إنساني، تعامل الأحرار، تعامل بكرامة، تعامل دون الاستغلال، أم هرب الناس من هنا وهرب من هناك، أو لم يستقبل أصلا، لم يستقبل العراقيون لا هنا ولا هناك؟ وأيضا الآن أيضا نرى هذا الأمر، أين ذهب الناس؟ أين ذهب الشيعة وأين ذهب السنة؟ أين هاجر الشيعة إلى أين هاجر الشيعة ولا أين هاجر السنة؟ الميليشيات قوى التكفير، الميليشيات السنية الشيعية، قوى التكفير السنية الشيعية، الدول السنية الشيعية، كل منهم يدعي أنه يحمل مذهب، لكن من وقف للعراقيين؟ هل سمح أحد للعراقيين بأن يمكثوا في صحراء من صحارى البلدان العربية أو غير العربية؟ من سمح لهم بأن يفعلوا هذا؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى بلاد الغرب، ذهبوا إلى بلاد الكفر، لكن وجدوا الأمان هناك. ومع هذا يقال نحن حماة المذهب وحماة الطائفة وحماة الدين وحماة القومية وحماة العروبة وحماة الإسلام وحماة الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يفرج عن شعبنا وعن أهلنا، عن أعزائنا في عراقنا الحبيب ومن هو خارج البلاد. نسأل الله تعالى أن يجمع الجميع في بلدهم، في بيوتهم، مع أحبابهم، مع أعزائهم. اللهم عجل بفرجك عنهم وعنا جميعا. يقول ابن تيمية: وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه. أقول الحمد لله، ولم يفتح القسطنطينية، مجرد هي غزوة لكن لم يحصل فيها الفتح. لو فتح القسطنطينية لرأينا العجب مما يقال عنه ومما ينسب له ومما يقال فيه ومما يدلس من روايات وأحاديث بخصوصه لو فتح القسطنطينية. أقول: الاستدلال التيمي بالقياس الواهي، وكيف اعتبر هذه من قبل معاوية باعتبار أن الجيش في خلافته، ففي إرهاب والجريمة قتل الحسين وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، ففي إرهاب وجريمة قتل الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه وقطع رؤوسهم وتسييرها والسبايا في البلدان وتسييرها والسبايا في البلدان، فإن ابن تيمية يبرئ يزيد من الجريمة والإرهاب التكفيري القبيح الفاحش، مدعيا أنه من عمل الأمير ابن زياد، مدعيا أنه أي أن يزيد أمره بخلاف ذلك لكن ابن زياد خالف. أقول: فأين رد فعل يزيد؟ فأين رد فعل يزيد وأين حكمه وقضاؤه على ابن زياد والجريمة والمجزرة التي ارتكبها في كربلاء مخالفا لأوامر الخليفة ولي الأمر والإمام يزيد؟ وأقول أيضا: سجلوا هذه منقبة أخرى للبخاري والخط التيمي في إثبات العصمة أو تصحيح الأعمال وغفران ما تقدم من الذنب وما تأخر، ليس فقط لكل الصحابة بل للأمراء الذين يبايعهم الصحابة كيزيد. ماذا قال؟ قال: وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة. هذا ما قاله ابن تيمية. إذن سجلوا هذه، أقول: وسجلوا هذه منقبة أخرى للبخاري والخط التيمي في إثبات العصمة أو تصحيح الأعمال وغفران ما تقدم من الذنب وما تأخر، ليس فقط لكل الصحابة وليس الأمراء الذين يبايعهم الصحابة كيزيد، بل أكثر من هذا، بل سجلوا هذه العصمة أو غفران ما تقدم وما تأخر من الذنب للجيش الذي شارك في الغزوة الأولى للقسطنطينية. وإذا كانت الرواية تذكر عنوان الجيش، فكيف اعتبروا هذه المنقبة لمعاوية؟ هذه المنقبة أيضا يسجلون هذه المنقبة لمعاوية،
وهو الرواية تحدث عن جيش. إذن أقول وإذا كانت الرواية تذكر أو تذكر عنوان الجيش، وكيف اعتبر هذه من قبل معاوية باعتباره باعتبار أن الجيش في خلافته، وبالرغم من عدم كونه ضمن الجند الذي غزا، بينما لا يعتبرون يزيد كذلك مع جيش ابن زياد ومجزرته النكراء في كربلاء، فلم يعاقب بل فرح بالرؤوس والسبايا وأصر على مراسيم الاحتفال بالنصر وتسيير الرؤوس والسبايا في البلدان. المورد الآخر، مورد ثالث في منهاج السنة لابن تيمية، يقول: وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. إذن في الصحيحين، يقول ابن تيمية في الصحيحين عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. ولفظ البخاري 12 أميرا. وقد مر علينا سابقا أن البخاري لم يأتي بعبارة لا يزال، وإنما قال يكون 12 أميرا كلهم من قريش، ذكرنا هذا سابقا وأشرنا إليه. ابن تيمية ينقل خلاف هذا، يقول: في الصحيحين عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. يقول: ولفظ البخاري 12 أميرا. وفي لفظ لا يزال أمر الناس ماضيا، يقول: وفي لفظ لا يزال أمر الناس ماضيا ولهم 12 رجلا. وفي لفظ لا يزال إسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وهكذا كان، فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عزة ومنع معاوية. لاحظ: ثم تولى من اجتمع، أول شيء يقول الخلفاء، فكان الخلفاء الآن يطبق، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، يطبق هذا، يقول: لا يزال هذا ما عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، يطبق هذا، يقول: وهكذا كان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم عليهم السلام. ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنع. من هم هؤلاء الذين اجتمع الناس عليهم وصار له عز ومنع؟ منهم يقول معاوية وابنه يزيد. التفت جيدا، إذن ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول معاوية وابنه يزيد. إذن يزيد التسلسل السادس، الخليفة السادس من الخلفاء الراشدين عند ابن تيمية، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. إذن عبد الملك السابع، أولاده الأربعة، وعمر بن عبد العزيز. إذن الآن العدد مضبوط عند ابن تيمية. يقول: إذن معاوية وابن هؤلاء ستة، وعبد الملك سبعة، وأولاد عبد الملك أربعة، 11، وعمر بن عبد العزيز 12. يقول: وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن، فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام، وكانت الدولة في زمنهم عزيزة، والخليفة يدعي باسمه أو يدعى باسمه، يتحدث عن تواضع وزهد بني أمية. يقول: وكانت الدولة في زمنهم عزيزة، والخليفة يدعى باسمه عبد الملك وسليمان، لا يعرفون عضد الدولة ولا عز الدين وبهاء الدين وفلان الدين. إذن أنت لماذا تقارن هؤلاء بعضد الدولة وعز الدين وبهاء الدين وفلان الدين؟ التفت، دائما يريد أن يثير هذا الجانب الطائفي حتى يخدع الآخرين، حتى يسيطر على الآخرين، حتى يخرس ويسكت يسكت ويخرس الآخرين، بعد هذا يصادر الآخرين كما حصل عبر التاريخ. وإلا لماذا صعد الآن النهج التيمي خاصة التكفيري؟ لماذا على صوته وعلى شأنه في هذه الفترة؟ لأن الآخرين سكتوا أمامه، أيضا صدقوا بأنه يدافع عن السنة،
وإذا به قد ابتلعهم قد افترسهم قد خرجهم من السنة ومن أهل السنة والجماعة. التفتوا أخيرا إلى ما وقعوا فيه من فخ، والآن صاروا يحاولون أن يرجعوا ويرجعوا إلى عنوان أهل السنة والجماعة، ويخرجوا ابن تيمية الذي دخل إليهم صدفة فأخرجهم من هذا العنوان. إذن يقارن مع الفاطميين ونحو الفاطميين ولا يقارن مع العباسيين. إذن يقول: والخليفة يدعى باسمه، الخليفة الأموي يدعى باسمه عبد الملك وسليمان، لا يعرفون عضد الدولة ولا عز الدولة وبهاء الدين وفلان الدين، وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس وفي المسجد يعقد الرايات ويؤمر الأمراء، وإنما يسكن داره، لا يسكنون الحصون، أي الأمير الأموي يسكن داره لا يسكنون الحصون، ولا يحتجون على الرعية ولا يحتجبون عن الرعية. وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. يقول: وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان، أحدهما تكلمهم في علي، والثاني تأخير الصلاة. يقول: وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان، أحدهما تكلمهم في علي، والثاني تأخير الصلاة عن وقتها. ولهذا روى عمر بن مرة الجملي بعد موته، أو ولهذا رؤية عمر بن مرة الجملي بعد موته ولهذا رؤية عمر بن مرة الجملي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بمحافظتي على الصلوات في مواقيتها، التفت، وحبي علي بن أبي طالب، أحافظ على الصلاة وحبي علي بن أبي طالب، فهذا حافظ على هاتين السنتين حين ظهر خلافهما فغفر الله له بذلك. إذن ماذا عنده؟ عنده حفاظ على الصلوات في مواقيته وحب علي. يقول: ظهر خلاف هاتين السنتين، إذن حافظ على الصلاة في مواقيتها. ماذا كان يفعل بنو أمية؟ كانوا يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. وهنا حب علي، أحب علي، وهناك ماذا كان يفعل؟ ماذا يقابل الحب؟ بغض علي. وقال الذهبي عن بأنه ناصبي، إذن بنو أمية يبغضون علي ومبغض علي، لذلك حاول ويحاول التيمية أن يزيل هذا الحديث وينفو هذا الحديث، حديث حب علي وبغض علي ومبغض علي في النفاق والكفر وفي خانة المنافقين والكافرين. يقول: فهذا حافظ على هاتين السنتين حين ظهر خلافهما، أي حب علي ظهر بغض علي، وحافظ على الصلاة خلافه تأخير الصلاة. يقول: فغفر الله له بذلك. وهكذا شأن من تمسك بالسنة إذا ظهرت بدعة، مثل من تمسك بحب الخلفاء الثلاثة حين يظهر خلاف ذلك وما أشبهه. أقول: يزيد خليفة، وممن تنبأ بهم رسول الله، بل ممن ذكروا في التوراة أيضا، والإسلام عزيز. زمن يزيد بأي شيء؟ التفت جيدا، هذا يزيد الخليفة ممن تنبأ به الرسول، بل ممن ذكروا في التوراة أيضا، من الخلفاء، ممن يقام بهم الدين، والإسلام عزيز في زمنهم. فبأي شيء أقام الدين؟ فبأي شيء أقام يزيد الدين ونصر الدين وأعز الدين؟ فعل ذلك بقتل الحسين وآله وصحبه.
فعلى ذلك أعز الدين وأقام الدين والشريعة ونصر الدين بقتل الحسين وآله وصحبه وانتهاك المدينة وقتل الصحابة وانتهاك الأعراض باعتراف التيمية نفسه وبحصار الكعبة ورميها بالمنجنيق. ولا أعرف إن كان الإسلام عزيزا بخلافة يزيد، ويزيد أعز الإسلام، فكيف نصدق أن التيمية لا يحب يزيد، لا يحب يزيدا؟ كيف نصدق بهذا؟ ولا أعرف إن كان الإسلام عزيزا بخلافة يزيد، ويزيد أعز الإسلام، ويزيد نبوءة النبي الكريم، ويزيد مذكور بالتوراة بأنه أحد الاثني عشر الموعودين الذين يقام بهم الدين، فكيف نصدق أن التيمية، أن ابن تيمية والتيمية، أن التيمية لا يحب يزيدا؟ فما هذا الاضطراب النفسي والعقلي؟ هل هذا من التقية عندما يقول لا أحب يزيدا، لا نحب يزيد، أم أنه يعرف من نحن القول أنه يعشق يزيد، يعشق يزيدا؟ المورد الآخر الرابع، منهاج السنة، أيضا منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية الجزء السابع. هنا يقول منهاج السنة النبوية جزء سابع ابن تيمية فصل، قال الرافضي: البرهان الثاني عشر والجواب من وجوه. البرهان الثاني عشر الآن يقول والجواب من وجوه، يذكر الأول الثاني الآن يصل الرابع. يقول إن الله قد أخبر أنه سيجعل، إن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وهذا وعد منه صادق، ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم، لا سيما أبو بكر وعمر، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما. يقول ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون. قبل قليل يقول سيجعل للذين، يقول إن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وهذا وعد منه صادق، ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم. إذن جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، وعلي من الصحابة، إذن جعل له مودة في قلب كل مسلم، لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم، وعلي من الخلفاء، إذن أيضا جعل له أيضا خصوصية لهؤلاء الخلفاء، أنه قد جعل الله لهم مودة في قلب كل مسلم. بعد هذا يقول لا سيما أبو بكر وعمر، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون. التفت جيدا، الآن قبل قليل علي دخل في الصحابة ودخل في الخلفاء، يقول ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. يقول فإن كثيرا، كثيرا، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. إذن سنة السب وسنة البغض وسنة قتال الصحابي، قتال الخليفة علي، من الذي سنها؟ الصحابة. فبنو أمية والتيمية على سنة هؤلاء الصحابة الذين يبغضون عليا ويسبون عليا ويقاتلون عليا. بأيهم اقتديت؟ اهتديت، لقد اقتدوا بهؤلاء الكثير. يقول فإن كثيرا من الصحابة
التابعين كانوا يبغضون عليا ويسبون عليا ويقاتلون عليا، ويقول كيف تثبت لي أن تعال اثبت لي بأن بين بني أمية يسبون عليا، أنت تقول أنهم يسبون عليا، أنت تقول هنا ليس فقط عن بني أمية الكلام، عن الصحابة، يوجد صحابة أنت تقول كثير من الصحابة يسبون عليا، إذن السب من أين أتى؟ أتى من الصحابة. نحن قلنا سابقا إذا قاتل علي بقي على السب، إذا قاتل عليا بقي على السب أو بقي على اللعن، كما قلنا الآن في المهجرين في المظلومين العراقيين من السنة والشيعة، خيره بين الهجرة وركوب البحر والضياع في الصحاري والبراري، وبين أن يسب ويلعن ويجلس في بيته مع عياله ومع أهله وفي مكانه وفي داره وفي عمله. ماذا يختار؟ يختار البيت والناس والدار والاستقرار، لا يختار القتال ولا الهجرة ولا ركوب البحر والصحاري والجبال والمخيمات والذل والمرض والعطش والجوع والهوان والضياع. إذن هذا هو ابن تيمية، خذوا من ابن تيمية يقول فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. لاحظ التناقض عنده، لاحظ المهزوزية عنده، لاحظ الحقد الذي عنده على علي سلام الله عليه. أي واحد الآن ليحكي هذه الجملة هذا الكلام على معاوية ماذا يفعل به؟ سيكفر، سيلعن، سيتهم بالرافضية وبالارتداد وبالخروج عن الدين وبالكفر، ويباح الدم والمال والعرض. التفت جيدا، ما هي التهمة الآن على الروافض والروافض؟ ماذا يفعل التكفيرون الآن؟ يذبحون الروافض، يعممون. يوجد بعض الفسقة من ينتمي وينتسب إلى الشيعة، بعض الشواذ أو العديد من الشواذ أو الكثير من الشواذ من المنحرفين يسبون على نهج الصحابة، هؤلاء الذين يسبون علي على نهج هؤلاء يسبون، هؤلاء يسبون علي والآخرون من الفسقة يسبون باقي الخلفاء، واحد من هنا واحد من هنا، هؤلاء يسبون وهؤلاء يسبون، على أي نهج؟ على نهج الصحابة. يكفر هذا ويتهم بالرافضية والردة والردة والارتداد والكفر والنفاق، فيذبح ويقتل كما يقتل الآخر بتهم أخرى، الصحوة والارتداد ومعونة الظالم والصوفية والأشعرية والمعتزلة وغيرها من التهم التي يبيحون بها الدماء والأعراض والأموال. إذن من يسب على أي نهج؟ على نهج الصحابة. وثبت بالحديث التيمي وعند الجميع بأيهم اقتديت اهتديت، ويقول كثير من الصحابة والتابعين كانوا يبغضون عليا ويسبون عليا ويقاتلون عليا. هذا علي رابع الخلفاء، هذا علي من الأئمة الذين تنبأ بهم النبي، أخبر بهم النبي من الخلفاء الاثني عشر، ذكروا بالتوراة مع يزيد، مع معاوية، مع الوليد. لماذا علي؟ هذا هو ابن تيمية، وهذا هو موقف ابن تيمية. إذن ابن تيمية لاحظ هذا التناقض عنده، يعتبر علي من الصحابة ويقول قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم لا سيما الخلفاء، جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، والصحابي مسلم أو ليس بمسلم؟ الصحابي مسلم، وجعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم. إذن إذا كان شخص ليس له، لم تجعل له المودة في قلب كل مسلم، فهل هو صحابي؟ لا، ليس بصحابي. وعلي يبغضه ويسبه ويقاتله الكثير من الصحابة، إذن يقاتله، يبغضه، يسبه، يلعنه كثير من الصحابة،
إذن لا يحبه كثير من الصحابة، فعلي ليس من الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم، وعلي لم تجعل له مودة في قلب كل مسلم، إذن علي ليس بصحابي. هذا هو استدلال ابن تيمية. إذن ابن تيمية لا يعتبر عليا من الصحابة، ففضلا عن أن يعتبره خليفة ومن الاثنى عشر وخليفة راشد، تعرف ابن تيمية من لحن القول يبغض عليا أشد البغض، لا يعتبر عليا من الصحابة. التفت جيدا إلى هذه الجملة، إلى هذه العبارة، التفت أعيد. يقول الله سبحانه وتعالى قد جعل للصحابة، التفت، يقول وهذا وعد منه صادق، التفت يؤكد على هذه الكلمات، تعرف النفاق من لحن القول، يقول هذا وعد منه صادق، وعد من الله صادق. ما هو الوعد؟ أن الله يجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، محبة، أي والصحابة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل لهم مودة في قلب كل مسلم. وعلي المسكين سلام الله عليك يا علي، ليس فقط أن المودة لم تجعل لك مودة في قلب كل مسلم من عموم المسلمين، وإنما لم تجعل لك مودة في قلوب خواص المسلمين، عند الصحابة لم تجعل لك المودة، فكيف عند باقي المسلمين يا علي يا مظلوم؟ سلام الله عليك يا علي، هنيئا لك يا علي عندما يبغضك مثل هؤلاء المنافقين. عندما نرجع إلى ذاك البحث ستعرفون ما هو أصل وفصل ومنبع ابن تيمية، ولماذا يبغض علي، ما هو الأساس وما هو الفصل وما هو النسب الذي ينتمي إليه وهو الأساس في بغضه لعلي سلام الله عليه. ألا لعنة الله على الظالمين، علي يبغضه الصحابة، يحاربه الصحابة، يسبه الصحابة، يلعنه الصحابة، فكيف باقي المسلمين؟ إذن علي لم يجعل له الود، لم يجعل الله سبحانه وتعالى له الود في قلوب المسلمين، في قلوب المؤمنين. هذا وعد صادق من الله لكنه لم يتحقق بعلي وفي علي، فعلي ليس بمؤمن وليس ممن عمل صالحا، فضلا عن أن يكون من الصحابة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نقول في شخص يقتدي ويأتم ويرجع إلى يزيد خليفة المسلمين؟ هنيئا لك بيزيد وبإمامة يزيد وبخلافة يزيد وبمرجعية يزيد وبولاية أمر يزيد. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.